بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات من سورة الحجرات. هذه السورة سورة عظيمة تسمى سورة الآداب، وهي من أواخر ما نزل من القرآن. نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود. عام الوفود هذا كان يعني في نهاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل وفاته بدأت القبائل تتوافد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لمبايعته وأخذ العهد والبيعة وأخذ تعاليم الإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأثناء تحصل مشاكل فنزلت هذه الآيات لتربية الصحابة وتربية هذه الوفود التي تقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأت الآيات والسورة، طبعا هي سورة الحجرات. الحجرات هي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في كتب السير والذين يعني درسوا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وحجراته يقولون أنها 9 حجرات، كل حجرة بما يقارب 8 أمتار، 3 أمتار مدخل يسمونها مدخل الآن، ثم 5 أمتار، 5 × 3 تقريبا غرفة. كان هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو حجرة النبي وحجرة زوجاته، 9 حجرات. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كانوا إذا أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون حديث عهد بإسلام، يا محمد يا محمد، حتى إن أحد الوفود قال أحدهم: يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وذمنا شين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي مدحه زين وذمه شيء. فنزلت هذه الآيات. لما قدم وفد بنو تميم قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أمرت عليهم القعقاع بن معبد. قال عمر: لو وليت عليهم عيينة بن حصن. فقال أبو بكر: إنما أردت أن تخالفني. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أول شيء بدأ بالصحابة الكبار أبو بكر وعمر، مع أن الوفود أتوا، والآيات التي تليها في توجيه الوفود كيف يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمكانة الصحابة بدأ هذه الآيات. ثم استرسل في الآيات حتى قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. هذه يقال أنها نزلت في ثابت بن قيس، أو أن ثابت بن قيس رضي الله عنه لما سمع هذه الآيات ارتعب وخاف، لأن صوته عالي ومرتفع، فقال أنها نزلت في وحبط عملي وأنا من أهل النار، واعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يرفع صوته أو أنه يقع في المحظور. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل عن أصحابه الكرام: أين ثابت بن قيس؟ قالوا له القصة، وقال أنه يقول أنه من أهل النار. قال: لا، بل هو من أهل الجنة. ما شاء الله. فبشروه الصحابة رضي الله، قالوا: نبشرك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنك من أهل الجنة. يقول أحد الصحابة: كنا نرى ثابت بن قيس ونعرف أنه من أهل الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره هذه البشارة الجميلة فقال: أنت من أهل الجنة. ثم استرسل في الآيات بيان الآداب، وكلها مليانة بالقصص. يعني لو أعطيتكم القصص التي في سورة الحجرات كلها قصص عظيمة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. هذه نزلت في بني المصطلق. بني المصطلق لما جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ابعث لنا رسول من عندك نعطيه زكاة أموالنا ونبايعه. فبعث لهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه. الوليد بن عقبة كان بينه خلافات في الجاهلية هو وبني المصطلق، وهو في الطريق جاءه رجل وقال، خرج بني المصطلق بسيوفهم فخشي أن يقتلوه للخلافات السابقة، فرجع للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، خرجوا علي بسيوفهم يريدون أن يقتلونني ومنعوا زكاة أموالهم. فلما علموا جاء وفد منهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وغضب منهم الرسول. أول ما دخلوا قال: تريدون أن تقتلوا رسولي وتمنعوا زكاة أموالكم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طبعا الفاسق يقال يقول المفسرون أنه المخبر الذي أخبر الوليد بن عقبة، لأنه صحابي جليل رضي الله عنه، الوليد بن عقبة بن أبي معيط. ثم نزلت الآيات في إصلاح ذات البين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. أيضا هذه لها قصة،
الأوس والخزرج كانوا جالسين ومعهم عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم راكب على حمار، فلما مر من عندهم قال عبد الله بن أبي بن سلول قال يعني إن ريحة حمارك أنتنتنا. فقال أحد الأوس قال لا، نتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من مسك رأسك. فقام الأوس وقام الخزرج، يعني أخذتهم الحمية على قولتهم. نعم. فكادوا أن يقتتلوا، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة وأصلحوا بينهم، ونزلت هذه الآيات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى آخر ما ورد من الآيات التي تدل على الآداب الشرعية. ولعل أبو نايف يتكلم عن بعض الآداب، النهي عن التجسس والنهي عن السخرية. أيضا السخرية لما جاء الوفود كانوا بعضهم حديث عهد بالإسلام، فكانوا يسخرون من الموالي والعبيد، منهم بلال بن رباح رضي الله عنه كانوا يسخرون منه، فأنزل الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا يغتب بعضكم بعضا. كل هذه آيات عظيمة، يعني لو جلسنا نتحدث في آية من الآيات لأخذت الحلقة كاملة، لكن هذا مجمل بعض ما ورد في هذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا. اللهم صل وسلم على محمد. الله يجزاك خير يا أبو تركي على هالتفسير الممتع اللي يخليك تتخيل وتستفيد، تعيش الحاجة وتستفيد منها بنفس الوقت. أنا أقول أولا الاستشعار، لا نتيجة بدون استشعار أو استحضار. صحيح، يعني انك تعيش الحاجة، يعني تعيش الحاجة تستحضر قلبك. يعني لو أبو تركي قرأ، لو أنه سائر حين ما أدر أنا وش قال. صح صحيح، بس لو استحضرنا قلوبنا وتابعنا في القراءة استفدنا من القراءة، صرنا نسترجع الآيات. فلا، أنا أقول لا نتائج بدون استحضار ولا استشعار. صحيح، فالإنسان بس يستشعر في أمور دينه ودنياه ويستحضر قلبه. طيب عبادة الصلاة يجب أن تستحضر فيها قلبك. صحيح، أي عمل ديني، والاستشعار علشان تستشعر ما يحدث وتتعامل معه. بس آسف يا أبو نايف. الله يجزاك خير. أي والله ما نستغني عن كلامك الطيب يا أبو عايض. عجبني ولك تعليق أحد الجمهور على أبو عايض داخلاته، يقول دائما أبو عايض يفكر خارج الصندوق. يا سلام، لما رجعت فعلا دائما نتكلم في موضوع يجيب أبو عايض مداخلة، فعلا تفكير خارج الصندوق مستفيد منه. هذا يرجع لأن أبو عايض ما شاء الله دائما تفكر خارج الصندوق.